نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بدور الـ16 والمتأهلين لدور الثمانية حتى الآن. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، حيث أقيمت اليوم مباراتين بدور الـ16 وهي كالتالي: المباراة الأولى مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0، وتأهل مانشستر سيتي بهذه النتيجة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-0 لدور الثمانية دور ربع النهائي من البطولة. المباراة الثانية ريال مدريد وأتلانتا الإيطالي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، وتأهل ريال مدريد لدور الثمانية دور ربع النهائي بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-1. ويذكر أنه تأهل حتى الآن لدور الثمانية دور ربع النهائي 6 فرق، وهي كالتالي: باريس سان جيرمان وليفربول وبورتو البرتغالي وبروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. ويتبقى مباراتين لتحديد الفريقين المتبقيين، والمباراتين هي بايرن ميونخ ولاتسيو، المباراة الثانية تشيلسي وأتلتيكو مدريد. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.